تعالوا مع بعض بقى نشوف ايه حكايه الايس كريم. ايه حكايه الايس كريم اللي الشيف المغازي ده ما خلاش نوع فاكهه الا وعملوا ايس كريم؟ هي دي الشطاره، ولكن بطريقه اقتصاديه. لا رحت على محل بيبيع المكنه ب 2000 وب 3، ولا رحت جبت الكاسات، ولا الكلام الفاضي ده كله خالص. انت في المطبخ نفس الكوبايات والفاكهه اللي بتجيبيها من عند الراجل الفكهاني. جبنا من عنده شويه فراوله، وجبنا كريم شانتيه، حليب مكثف ممكن تعمليه، حليب باودر، ومعانا بسكويت. ده جرنش كده بديل للقمة اللي بتتحط مع الايس كريم. حلو الكلام. ولكن انا بعمل الايس كريم برضو زي ما قلت من شوية، الحلويات البيتي والشغل المنزلي بيختلف شوية غير السوق. بس لما نتكلم في الحقيقة هو افضل بكتير من اللي بيتباع برا. انت عارفة الخامات اللي انت بتستخدميها، عارفة مدى النظافة اللي انت شغالة بيها، ولادك حابين ياكلوه من ايدك، مش هياكلوا بره الحاجه دي، فيعرفوا ان ماما تعبت على الحاجه دي وعملتها. اللي هيبوس ايد ماما وتسلم ايدك يا ماما، وربنا يخليكي لينا يا ماما، ونجيب هديه حلوه لمامي، وهكذا. اهو ده كله مطلوب. طبعا انا بطفي النار، ده الزاما وواجبا وفرضا عليا عدم التبذير. انا لو حد طفيتش النار حد هيقول لي لا، حد اتكلم مع الشيف. لا، بس انا في كده في بينك وبين نفسك في حاجه اسمها مصداقيه، في حاجة بينك وبين نفسك اليقين بانك انت صادقة من جواك. طفيت البوتاجاز واشتغل على الرواق بقى. تعالوا مع بعض نشوف نعمل ازاي الايس كريم بالفراولة. فراولة، مشمش، بطيخ، اناناس، كانتالوب، اللي انت حباه. حلو الكلام؟ حلو قوي، تمام، الله ينور. ادي الكاسات، شيل التوم ده من هنا، وادي صوص الفراوله، ده جايبه من سوبر ماركت عادي. حلو، بيتباع يعني. شلنا معناه الاسم. حلو، نعم، حاضر. عايز تشوف طاجن الفول؟ ابن حلال. رايس كريم معانا، كريم شانتيه معانا، حليب مركز معانا، فراوله معانا، مكسرات البسكويت او بسكويت مشهور كده اسمه بسكويت اللوتس، معروف، مش هنعمل له دعايه ولا حاجه، فزي ما انت عايزه. فده تعالوا نعمله كده بطريقه عشان الاولاد بيحبوا الحاجات دي. حلو الكلام. الفراوله معانا، فل. حلو، طب ما لقيتش فراوله؟ في فراوله بتتباع مجمده. طب ما لقيتيش فراوله مجمده؟ صوص الفراوله ده كفيل. طب ما لقيتيش، جيبي جيلي فراوله حطيه على الكريم شانتيه، بس كريم فراوله، بس سهلت عليك. كريم شانتيه مع جيلي فراوله. حلو. لا يا، تعمليه ازاي؟ حلو قوي، عجبني السؤال ده. تعملي جيلي عادي اللي هو فراوله في ميه مغليه، الجيلي بتاع الباكو، الجيلي بتاع الفراوله، فراوله جيلي فراوله وميه مغليه، وتظبطي السكر تسيبيه لما يبرد، بس ما تعملوش سميك. وبعد كده تمسكيه تضربيه بالمضرب لغايه لما يديك القوام زي المهلبيه، حطيه على الكريم شانتيه، بقى عندك ايس كريم فراوله. اتبسطتي يا حاجه؟ اتبسطتي يا ست الكل؟ كل سنه وانت طيبه. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نشتغل الايس كريم بتاعنا. حلو الكلام. ادي الخلاط، الخلاط ده معانا كل يوم، كل الفواكه عدت عليها. يعني جيبيه من مصروف، هو ده لازم عنه يعني بصراحه، عشان ده هينفعك مع الفواكه وهي بتتكسر. الهاند ميكسر ده يعني من المصروف بتاع البيت هتجيبيه، وتبقى الحياة حلوة معاكي في المطبخ. وبنصحك يعني من وقت للتاني توفري من المصروف حاجة وتجيبي ايه، حاجة للبيت. رقم واحد هتشجعك في انك تعملي حاجات حلوة في المطبخ، رقم اتنين هتلاقي نفسك مبدعة لان في ادوات بتساعدك على الابداع، رقم تلاتة انبساط العائلة والأسرة. ده الكريم شانتي. الدنيا حر، سايب شوية، بحطه كده. كريم شانتي واخد فانيليا، طعم الفانيليا. مش عايزة طعم الفانيليا ما تحطهاش، مع ان انا بعشق الفانيليا، وخاصة في شوية مهلبية. بكره بقى ان شاء الله هنعمل شويه حلويات بيتي، مش هقول لهم ايه هما، بس لازم تشوف الحلقه بتاعت بكره بجد. مش هقول لك اهم من اللحمه، مفيش حاجه تغنيني عن اللحمه، بس الحلويات دي بقى ايه؟ الاولاد اللي جايين مع بابي ومامي، جايين مع جدهم، عايزين ياكلوا حاجه حلوه. رحت جبت دست جاتوه، عملت ايه؟ ولا حاجه. جبت تورتايه، ولا حاجه.
انما لما يلاقوكي عامله حلويات حتى لو شويه مهلبيه حكايه. عندنا صوص الفراوله، لا اله الا الله، دي الفراوله نخلي اتنين تلاتة نزين بيهم الكاسات، وده الحليب المركز. ده اللي بيخلي الايس كريم يشد، تلاقي فيه الشدة دي كده، خدت بالك؟ اهو كل ده بالهاند ميكسر بتاعك. طب ما عنديش ده، في الخلاط يا حاج، في الخلاط تضرب الفراولة الاول، شفت بقى ازاي؟ اه الأمانة، بس احنا بنعمل شو على الشاشة، والله العظيم عايز اريحك في المطبخ، لان دي أمانة وهسأل عنها يوم القيامة. انا بساعدك يا امي في المطبخ تعملي الحاجات اللي نفسك فيها، ما عنديش يا شيف ده اجيبه منين في المنطقة اللي انا فيها. اوكي، خلاط بتاع العصير الموز باللبن، اكيد كل بيت مع جهاز العروسة خلاط. فراولة تضربيها تبقى خشرة، طلعيها على جنب، خلطيها مع الكريم شانتيه وخلطيها مع بقية المواد اللي انا حطيتها، بقى ايس كريم عادي حطيه في الفريزر، بس خلص الكلام. انا ممكن اعمل ده، بس الحلقة هتخلص بسرعة وما عنديش حاجة وقت قبلها. شفت ازاي الشيف بيتكلم بالمصداقية وانا مطلوب مني ان انا ايه اعمل شو واعمل حاجة حلوة؟ شفت ست الكل؟ هتلاقي فين الصراحة دي؟ ابدا ابدا. خلص الكلام، سامحوني معلش. انزل ده كله، يا سلام في الحر ده. كاسة ايس كريم من دي. سكر معقود. اخر العنقود. حاضر يا فندم. اسوأ خبر بسمعه. يلا يا شيف خلصنا. شفت بقى؟ ممكن واحد يفرح. لك يلا خلاص اتعشى ويلا اجري. زي بشوف ناس شغالة في مكان قبل ما ينتهي التايم بتاع بساعة. يلبس الجاكيت، بعد نص يلبس البنطلون، بعد شويه يبدا يسرح الشعر بتاعه. ماشي الكلام ده يا اخوانا غلط والله العظيم، اخوانا والله العظيم غلط. اليقين اتفضل. شفتوا بتغيظ ده؟ انت بتقول لي ثانيه ولازم دي. يعني ثانيه يعني هسيب ده واجري من الاخر؟ شفت ازاي؟ اه شفتوا انا بعاني ازاي؟ سامع يا استاذ احمد؟ استاذ احمد عوض والله سامع؟ استاذ خالد الليس سامعين؟ اه بتقول لك ثانيه واجري، اجري اعمل مش لازم اغرف الايس كريم يا استاذه؟ لا اله الا الله. طيب هنحط الايس كريم اهو اهو. حلو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لسه هنحط عليه فراوله، علشان اللي ما يعرفش ده فراوله يعرف ان ده فراوله. بس ده للامانه عايز اتحط في الديب فريزر شويه. اتحط فين؟ في الديب فريزر يا ست الكل شويه. هتدعي لي ولا هتاكل ولا هتلاقيه بره بالطعم ده. والفراوله باينه بقى، انا بعشق المربى اللي بيبقى فيها قطع من الفاكهه اللي هي بتاعت برتقان فراوله الحاجات، بعشق الايس كريم اللي بيبقى فيه التفاصيل دي، خلي بالك. اه عايز يا باشا صوص على الايس كريم؟ تسمع المعلومه، يضيف ايه اضافي؟ ده يضيف لك مثلا 50 60 جنيه، يقول لك اضافي يا باشا، انت طلبت ايس كريم وضربت صوص وطلبت بسكويت وشويه مكسرات. ليه الكلام ده كله؟ ليه يا حاج؟ بسكويت سهلة يا شيف والله. فراولة بالسكينة الصغيرة دي، حلو حلو. كاسة الواحد يتصور معاه، حلو. ألف أنا وشيفها.